بركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب القسامة من صحيحه: تحت باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدودات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة، الذي يقتل بالحجر يقتل بالحجر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، يعني قطع من الحلي الذهب أو الفضة، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، أي بقية حياة، فقال لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم، يعني عن شخص ثالث، وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. وفي رواية: فرضخ رأسه بين حجرين، لأنه كان فعل مثل هذا بها. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة. رواية معمر عن أيوب فيها مقال لكن لها شواهد. عن أنس أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، يعني من أجل سرقة حليها، ثم ألقاها في القليب، اليهودي ألقاها في البئر بعد أن قتلها، وردخ رأسها بالحجارة، فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات كقصاص، فاقتص منه بالأحجار كما رد رأسها بين الحجرين. قال: وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، فسألوها: من صنع هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، يعني اعترف، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. هذا قصاص، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.